السلام عليكم وأهلا وسهلا بالجميع في الدرس 13 من سلسلة دروس تعلم برمجة صفحات الإنترنت باستخدام لغة الـ ASP.NET MVC. واليوم رايحين نحكي عن موضوع الريزر إنجن في الـ ASP MVC 5. مبدئيا الريزر إنجن ريفيو تم تقديمها في نسخة الـ ASP MVC 3، هي أول ما تقدمت. الشغلة الثانية انه الريزر انجن هو عبارة عن كتابة كود HTML مع احد الكودين اللي هو يا اما سي شارب يا في بي، يعني في بعض الحالات راح اكتب كود سي شارب داخل ال HTML او كود الفي بي داخل ال HTML حسب اللي هو الاكستنشن تاع الفايل. هلا الفكرة من الريزر انجن انه بزيد من سرعة الطباعة من خلال تقليل الكتابة على الكيبورد، مستغلين الفيتشرز الخاصة به الانتليسنس تاعت لغه السي شارب او لغه الفي بي، فبالتالي كتابه الكود رايحه تكون اسرع، وبالتالي تقليل ضربات الكيبورد راح تكون اقل زي ما راح نشوف بالمثال العملي. هلا على اي اساس اكتب في بي او سي شارب؟ هلا بالاي اس بي ام في سي او ويب فورم الملفات او الصفحات بتنتهي بالثلاث امتدادات للملف، عفوا إذا كان امتداد الملف CS HTML معناته أنا راح أضطر أكتب أو راح أكتب كود السي شارب داخل ال HTML هاي بال MVC. إذا كان امتداد الملف VB HTML معناته أنا بإمكاني أكتب VB داخل كود ال HTML. أما إذا اشتغلنا على نسخة ال ASP Web 4 فكان الملف عندنا ينتهي ب .ASPX. يا إما CS أو ASPX. VB. فإذا انتهى بسي اس راح اكتب اللي هو الكود من خلال السي شارب، واذا كان في بي راح ينكتب ضمن كود الفي بي. هلا بالنسبه للريزر سينتاكس في عندي اكثر من طريقه. هلا في حاله الانلاين اللي هو السطر الواحد يتم اضافه ات قبل كود السي شارب بهذا الشكل عباره عن H2 ات، ويطبع بعدها مباشرة كود السي شارب اللي هو date time dot now dot to short date string، وهذا الكود بالسي شارب بطبع تاريخ اليوم. الملاحظة المهمة اللي لازم نحكيها، لازم ما يكون أنا في spaces. المالتي ستيتمنت كود في حال إذا أنا بدي أكتب أكثر من جملة سي شارب لازم هاي الجمل أحصرها بآت وبعدين بداية القوس ونهاية القوس، وبحط الكود السي شارب بالداخل. هاي في حالة المالتي ستيتمنت كود بلوك. الحالة الثالثة إذا بدي أطبع تكست داخل كود السي شارب فأنا في عندي طريقتين. الطريقة الأولى يا بحط آت نقطتين أو بحط النص داخل تاج التكست زي هذا المثال اللي احنا شايفينه. لما أجي أحكي آت بداية ونهاية فالكود اللي راح ينكتب هو كود سي شارب. هلا today's date is هذا مش كود سي شارب، هاي جملة بدي أطبعها فباجي بحكي له add نقطتين والسترينج كامل لغاية النقطتين الثانيات. هلا الطريقة الثانية إنه هاي العبارة إني أحطها بتاج التكست. طبعا زي ما أنتم شايفين التاج الثاني أو المثال الثاني أسهل من الأول، فإلك الخيار تستخدم أحد الطريقتين، الطريقتين جائزتين. هلا في حالة الإف ستيتمنت بنحط الآت بداية ونهاية زي ما انتو شايفين نفس الفكرة. في حالة الفور لوب بنحط ات وبنكتب كود اللي هو السي شارب اللي هو الفور لوب من اي ايكوال 0 الى الاي ايكوال 5. حتى نوضح هذا الحكي نرجع للكود تاعنا اللي هو اللي انشأناه في الدرس السابق واللي فيه اخذنا او انشأنا ستيودنت، وستيودنت بداخله اندكس واباوت وكونتاكت. فراح نروح على صفحة على سبيل المثال الأباوت ونشتغل عليها. فصفحة الأباوت لما أجي أعمل لها ريتيرن فيو راح ينعمل لصفحة الأباوت اللي موجودة بفولدر ستيودنت، فلما أجي أدور عليها هاي صفحة الأباوت. طيب نيجي ناخذ المثال الأولاني. المثال الأولاني بدي أجي أحكي إنه H2 at في حالة الإنلاين ستيتمنت بدي أكتب كود السي شارب زي ما حكينا date time dot now. لاحظ اخوان كيف بنقلل سرعة او كيف بيزيد بسرعة الطباعة dot to short date string بين اقواس.
نيجي نعمل للصفحة رن، هذا الكود رح يطبع تاريخ اليوم، فبنيجي بنعمل رن بهذا الشكل. طبعا تاريخ اليوم زي ما احنا شايفين. طيب نيجي ناخذ مثال ثاني اللي هو المالتي لاين. فلما اجي احكي مالتي لاين، المالتي لاين تبدا بات، بنفتح قوس بنسكر قوس وبنكتب اكثر من جمله سي شارب. على سبيل المثال بدي اعرف متغير نمبر 1 يساوي 10 ونمبر 2 يساوي 20 ونمبر 3 ايكوال 30، واجي احكي له انت الصم يساوي نمبر 1 بلس نمبر 2 بلس نمبر 3. هاي انا في داخل منطقه السي شارب. هلا اذا بدي اجي اطبع باجي بحكي له الصم ايكوال قيمه الصم، الصم ايكوال قيمه الصم. طبعا اعطانا مشكله، المفروض انه الصم ايكوال هو عباره عن نص، فحتى اتعامل معاه كنص حكينا بالسلايد انه بحصره بين تاج التكست ونهايه تاج التكست بهذا الشكل، وبعدين بنحط قيمه الصم. هلا الصم اعطاني ايرور لانه اذا كان التكست مرتبط بكود السي شارب فلازم يتم الفصل من خلال ات، فرح يطبع عندي الصم يساوي قيمة الصم اللي تم حسبتها في اللاين الرابع من كود السي شارب. وحتى نتأكد نيجي نعمل رن. زي ما احنا شايفين الصم يساوي 60. نرجع للكود تاعنا، حكينا التكست بقدر اتعامل معاه بطريقتين، يا اما بحصره بتاج التكست او بنحكي ات نقطتين بهذا الشكل، فبيعتبر انه هاي الاستيتمنت هي عباره عن تكست بدنا نعمل لها ديسبلاي، وهي الفاليو تاعت الصم اللي هي كود السي شارب. هاي بالنسبه له اللي هو التكست. ناخذ مثال ثالث، اذا بدي اجي احكي على سبيل المثال ات، نجرب الاف ستيتمنت. إذا كان الصم أكبر من 15 فنحصره بداية ونهاية، else بداية ونهاية. فبدي أجي أحكي له العبارة اللي هي text، لأنه بالداخل لازم يكون كود سي شارب، فبنحكي له الصم greater than 15. غير هيك ننسخ الكود وبنحكي له sum less than 15، وحتى نتأكد بنعمل run بهذا الشكل. فرح يعطيني انه sum greater than 15 بهذا الشكل. هلا بضل عندي اخوان ملحوظه بدنا نحكي عنها. طيب لو انا هاي الاف ستيتمنت نقلتها من هان وحطيتها بهذا الشكل، شو اللي راح يصير؟ راح يعطيني ايرور. السبب انه هان انا ما بقدر اكتب ات. هلا الفكره بالموضوع انه انت طالما عملت ات وفتحت قوس وسكرت القوس فهاي المنطقه كلياتها هي منطقه سي شارب، فما في داعي ان نعمل ات مرة ثانية. لكن لما اجي اطلع الات برا اللي هو الاقواس معناته انا هنا عندي ال html، فحتى ارجع لكود السي شارب باجي بحكي له ات بهذا الشكل. فاذا كانت جملة الاف بداخل المالتي لاين المالتي ستيتمنت كود بلوك
بنشيل الات، اما اذا كانت بالخارج فمعناته احنا بنحط الات بهذا الشكل. طيب نيجي كمثال لفور لوب، فبنيجي نحكي له هنا at for int i equal 0 i اقل او تساوي 10 i plus plus، وبدي احكي له text ونهاية التكست at ال i. طبعا الفور لوب نحصرها بأقواس عفوا بهذا الشكل، فبيطلع عندي فور من i إلى 0، باجي بطبع قيمة اللي هي ال i. فحتى نتأكد من هذا الحكي مباشرة، طبعا نعمل run فأعطاني الجملة الأولى sum equal 0 sum greater than 15، وطبع لي الأرقام من 0 إلى 10. هلأ إذا حبيت أنزل الجمل الطباعة تحت بعض مباشرة بنستعين بكود ال HTML. هلأ بالبلوك الأولاني إحنا طبعنا عبارة الصم، طلعنا هنا أنا هنا صرت بال HTML مباشرة بعمل له BR. نيجي لكود طباعة ال if statement، بس أخلص برجع على ال HTML وبنعمل له كمان BR، وبعد هيك بطبع اللي هي الفور ستيتمنت، والمفروض بعد الطباعة نعملها BR بهذا الشكل. نعم مرة هاي الصم equal 60 الصم greater than 15، الأرقام المطبوعة من 0 إلى غاية 10 زي ما إحنا شايفين. طيب نأخذ مثال ثاني، ففرضا أنا بدي جدول بيحتوي على الأرقام من 1 إلى 20، والعمود الثاني اللي هو مربع هاي الأرقام، والعمود الثالث اللي هو عمود الرقم مضروب بثلاثة. فمباشرة لما أنشئ التابل، التابل هو عبارة عن هذا الشكل، تابل ونهاية التابل. التابل بيكون بداخله TR ونهاية TR، ويحتوي على ثلاث تدي، هاي واحد عفوا هاي تدي الثاني وهي التدي الثالث. فالتدي الأول بدي إياه رقم، التدي الثاني بدي يكون عندي رقم مربع، العمود الثالث بدي الرقم مضروب بثلاثة. طيب حتى نسويها بالطريقة ال HTML كنت أضطر أجي أسوي بهذا الشكل، ونكرر العمود ونيجي نحكي له واحد تربيع الواحد واحد، واحد ضرب ثلاث اللي هو ثلاث. نيجي نكرر العمود الثاني، الرقم اثنين تربيعه أربعة، و ثلاثة اثنين ضرب ثلاث اللي هو ستة. هاي بالنسبة لرقمين واحد واثنين. طب إذا أنا بدي إياه لغاية 30 رقم، فبدي أضطر أكرر تي آر أكثر من مرة. فحتى أتفادى هالموضوع بدي أستفيد من خصائص الريجر إنجن وأكتب هنا كود سي شارب. فمباشرة بنعمل آت لأني بدي أكتب كود سي شارب، وبحط الفور تاعتي int i equal ال1 i less than equal ال30 i plus plus. نفتح قوس ومنسكر قوس، منكرر هاي الجملة ومنحطها داخل الفور لوب لأنها بدها تتكرر لثلاثين مرة. وزي ما حكينا هنا بدي يكون عندي ال i، وهنا ال i مضروبة ب i، وهنا عبارة عن i بدها تنضرب بثلاثة. طيب هلا لما يكون في عندي انا تاج HTML، الاي هو عبارة عن متغير، فلازم كل متغير يكون مسبوق بات. نفس الاشي المتغير بيكون مسبوق بات وبيأخذ معاه جملة، فبحط الاي ضرب الاي بين اقواس، ونفس الحكاية at الاي
ضرب 3 بهذا الشكل. نيجي نعمل رن ونشوف. فبيطلع عندي نمبر نمبر 2 نمبر مضروبة بثلاثة، والأرقام من 1 إلى 30 زي ما أنتوا شايفين. طبعا حتى نخلي التابل منظره يعني فريندلي، بنروح بنستغل اللي هو كود البوتستراب، بنيجي بنحكي له اللي هو تابل بهذا الشكل، نعمل له رن. فراح يطلع عندي تابل بهذا الشكل مستغلين البوتستراب. وحتى يعني اشوف الخصائص الثانية المتعلقة بالبوتستراب، بنروح على جوجل وبنكتب بوتستراب حتى يطلع عندي موقع الجيت بوتستراب. هذا الموقع الرئيسي بالبوتستراب، بنختار الفيرجن 3.4.1، بنروح على التوتوريال تاعتها من خلال الجيتنج ستارتد، وبروح بشوف اوامر التابل الموجودة. هاي اوامر التابل، فبيحكي لي اذا بدك تضيف هذا التابل بتضيف الكلاس تابل، اذا حابب تحسن منظره بتخليه تابل ستريبت. خلنا نجرب ونشوف. هاي انا عندي تابل فراغ تابل ستريبت، نعمل رن. طلع عندي بهذا الشكل. نشوف كمان أمر وننهي موضوعنا اليوم. فعلى سبيل المثال نروح على موقع البوتستراب. أوكي أنا سكرته، بنعتذر. على كل حال يعني أي شغلة بدك إياه بتروح على موقع بوتستراب وبتضيف اللي بدك إياه. فزي ما أنتوا شايفين صار عملية إضافة كود السي شارب مع اللي هو الـ HTML، وصار عندي الفيو بهذا الشكل. بتمنى يكون درس اليوم واضح وسهل. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعطيكم العافية.